الحكومة ما قصرت، نزلت تطعيم في أسرع وقت. نشوف كل الشعب صغير وكبير قاعد يتردد على أخذ التطعيم. طبعاً يعني الواحد يقرأ يتثقف وفي كل شيء آمن. والله الإجراءات جداً ممتازة، في سلاسة في التعامل مع الموظفين في دخول والخروج إلى القاعات. يعني حتى لو أحد مثلاً صادم موقف أو شيء مثلاً ضيع أو شيء، يعني في أحد يسوي لي جايدنس، يعني يكون يعني يوجهه إلى المكان الصحيح. يعني قبل يوم حديت موعد، يوم الثاني يعني مسج، it was يعني SMS very high tech، يعني ما شاء الله شيء متوقع من الحكومة، لأن حتى الحكومة ما شاء الله reacted very fast حق الكوفيد. وحتى يومية القاعة شفت عدد عود بس بسرعة، الوقت طاف، الرقم دوري بسرعة، ما شاء الله very systematic.